شو صار يا ترى؟ راحت؟ ايه هلأ راحت. نيجار بسرعة روحي اعملي لنا فنجانين قهوة مرتبين. تكرمي ست جاهدة. نيجار تفضلي امريني. شو؟ ليش هيك قلبي وشك؟ لتكوني زعلانة عفراء الريحان. لا أكيد ماني زعلانة. ها؟ إذا كنت كتير زعلانة فيني فوراً أبعتك وراها. شو رأيك؟ طلعي هي الباب قدامك، عملي لي قهوة خلصيني. وأخيراً عم تزبط الأمور، بعتنا ريحان على ضيعتها وصار فينا ناخد راحتنا. ايه حبيبتي جيمري متأكدة؟ قريبا بس تجي نتائج التحاليل، أمير فورا رح يقلع. يلا تعي تعي مشان نحتفل مع بعض، لا تضوي عليكي هاللحظة. اضحكوا وافرحوا لشوف مين بده يضحك بالآخر، وانتو كمان أكيد رح تنزتوا برا. أنا كنت خايفة، قلت أكيد رح تلعب بعقل الأمير لحتى يرجعها، بس ما استرجيت. ما بتردي، كم مرة قلت لك لا تخافي؟ أمير مبين ما نطايقة بالمرة، قلت لك اصبري. بس أنتي ما عدتي شفتي قدامك. أه بتعرفي أني خفت للحظة أنه تكشفينا من ورا جنانك هذا وعصبيتك. والله القهوة بوقتها. الثاني هذا بسكر، هذا السادة. ما في أطيب من القهوة لما بتنشرب على رواق. بتعرفي إنه لما يكون الواحد رايق بيصير بيستمتع بأي شي بيشربه. ألف صحة وهنا. تكرم عينك، إمتى ما بدك بحضر لك نفس هي القهوة. طولي بالك علي، مانك عارفانه شو اللي ناطرك.